اليوم اجتمعنا يعني كمهنيين في قطاع الوساطة في التأمينات من أجل أننا نناقش موضوع ديال التقرير المجلس الأعلى للمنافسة في موضوع ديال التأمين. لقينا مجموعة من النقاط اللي كتهمنا يعني كوسطاء للتأمين، وخصوصا النقطة المرتبطة بالتمثيلية، لأنه كما تعلمون أن التمثيلية يجب أن تخضع لمجموعة من الشروط، من بينها عدد المنخرطين، من بينها كذلك التمثيلية الجهوية. لقينا أن في هذا التقرير أن يعني هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قامت بتعيين جمعية يعني واحدة ووحيدة، في حين أن القطاع فيه مجموعة من الجمعيات. ما غاديش نتكلم بعدم دستورية هذا التعيين، ولكن كنقول بأنه آن الأوان أن مهنة وسيط التأمين أو وسطاء التأمين بالمغرب يجب أن يستحقوا واحد الهيئة اللي تكون ممثلة فعليا، اللي غتناقش المواضيع التي تهم وسيط التأمين، مثلا في موضوع ديال العمولة، في موضوع ديال الضريبة على القيمة المضافة، في موضوع كذلك الأخطار التي أصبحت تهدد وسيط التأمين ديالو في العيش ديالو، موضوع ديال أنه واش وسيط التأمين عنده الحق أنه يأخذ التقاعد ديالو، واش أنه وسيط التأمين عنده الحق كذلك فاش أنه يعرف فين غادي. يعني كاين مجموعة من الإشكاليات الهيكلية اللي كاينين القطاع. أنا غنركز على نقطة أساسية، وأنه مسألة المنافسة هي مؤسسة دستورية محترمة، وموضوع ديال التمثيلية يجب أن يحظى بالأهمية من قبل من يقرر. ملي تنقول من يقرر، أنا كنتكلم على المؤسسات الرسمية المعترف بها التي يعني كتأثر هذا القطاع، خصوصا هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي. خاص يكون مرسوم. ما غاديش شوف، احنا في موضوع ديال التمثيلية غادي نشوفوا الهيئات الأخرى، المهن الأخرى. راه في اعتقادي والقراءة ديالي، أول حاجة تعيين شيء مخالف للدستور. النقطة الأخرى هو أنه التمثيلية الجهوية، نحن في إطار الجهوية الموسعة، التمثيلية العددية، لأن هذه الديمقراطية. إذن يجب إعادة النظر في هذه المسألة، ونحن كمهنيين هذه المسألة غادي نراسلوا يعني كمهنيين، غادي يعني نحن معنيين بالأمر، وهذا شيء يهمنا، ونحن أولى في تقرير المصير ديالنا.